برحب بحضراتكم مره تانية اكيد يعني تعليقا ايضا على تصريحات المهندس محمود طاهر في مؤتمر الصحفي النهارده اللي كان خاص باللائحه الداخليه للنادي الاهلي، وايضا تعليقا على بعض التساؤلات في الفتره السابقه وايضا التساؤلات في الفتره القادمه للنادي الاهلي ومستقبله. طبعا بستكمل حواري مع اللواء محمد الحسيني عضو الجمعيه العموميه ورئيس اللجنه الرياضيه بحزب الوفد. برحب بحضرتك ست اللواء. اهلا وسهلا كابتن محمد. اهلا وسهلا سعداء بيك. اسمح لي بس قبل ما اتكلم في اي حاجه اروح بس سريعا اطمن على فريق النادي الاهلي النهارده استعدادا طبعا لمباراه سموحه ان شاء الله هتكون يوم الاربعاء ان شاء الله في كاس مصر قبل النهائي. اروح لزميلنا رمضان علي حسن. اكيد رمضان مراسل من هناك من ملعب التمرين ملعب التتش. طبعا طمنا رمضان على النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي النهارده وتدريباته النهارده واخبار اللاعبين ايه النهارده في التمرين. اهلا بيك يا كابتن فاروق بكل مشاهدي قناه الاهلي، وبرحب طبعا بالسيد اللي هو محمد الحسيني. طبعا تمرين النادي الاهلي النهارده جه تدريب قوي حرص الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري على ان هو يعمل تقسيمه جماعيه ما بين اللعيبه ثم تدريبات على الكرات الثابته والكرات العرضيه. كان واضح جدا ان في بعض القصور او بعض الاخطاء اللي كانت موجوده في ماتش الفيصل الاردني الاخير بالبطوله العربيه، واضح جدا ان الراجل عايز الفريق يتلاشى هذه الاخطاء في ماتش مهم زي سموحه يوم الاربعاء ان شاء الله في كاس مصر. كمان كان في محمد نجيب ومروان محسن وباسم علي ادوا تدريبات تاهيليه او وصلوا برنامجهم التاهيلي، لكن ربما يعود محمد نجيب وبشكل كبير ان شاء الله لصفوف الاهلي في مباراه سموحه. طبعا كان في احمد فتحي جاب لليوم الثاني على التوالي، وده طبعا باذن من الجهاز الفني، واضح ان الراجل عنده ظروف خاصه وبالتالي الكابتن حسام البدري سمح له بهذه الاجازه. كان في كمان ميدو جابر انتظم في التدريبات، وكان امبارح في التدريبات الجمعه شعر بدوخه بسيطه ولم يستكمل التدريب، لكن النهارده الحمد لله انتظم بشكل طبيعي واصبح جاهز لماتش سموحه. طبعا كمان كان في محاضره عقدها الجهاز الفني قبل التمرين، وده امر طبيعي دايما بيعمل كابتن حسام البدري، اكيد اكد على اهميه ماتش سموحه وان الاهلي بقى له 10 سنين ما خدش البطوله وان هو دايما مطالب باستعاده اللقب. طيب رمضان خليني اسالك على محمد نجيب ووليد سليمان، يعني هل هيلحقوا الماتش القادم في مباراه سموحه ولا يعني لسه الكلام مع ان هم لسه في مرحله التاهيل؟ محمد نجيب تحديدا وفقا لكلام الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح معانا ان هو فرص لحقه بالمباراه هتكون كبيره. احنا قدامنا النهارده حد واثنين وثلاث ربما يشارك بكره في التدريب الجماعي او بعد بكره، وبالتالي يعني فرص لحقه بالمباراه ما زالت قائمه. نفس الوضع وليد سليمان، اعتقد ان المزق بدا يلتئم وشارك النهارده في التقسيمه الجماعيه بشكل طبيعي وبالتالي اصبح جاهز لماتش سموحه. طيب الوحدات التدريبيه النهارده كابتن حسام، يمكن لو انت تابعت التمرين كانت ماشيه ازاي؟ يعني ايه اللي كان مركز عليه كابتن حسام البدري في تدريباته النهارده؟ يعني النهارده كان في اكثر من لعيب كلفهم بتدريب على الكرات الثابته، كمان كان في من عن طريق لاعبي الاجنبي اذا كان حسين السيد اذا كان محمد هاني اذا كان صبري اذا كان معلول، مجموعه الباكات اللي موجوده شمال ويمين كانوا بيعملوا كرات عرضيه للعيبه عن طريق كرات عرضيه للمهاجمين الفريق. واضح ان وكان في يعني واضح ان الكابتن حسام البدري راى ان الاهلي يعني موضوع الفرصات اللي بتتعمل من على الاجنب دي ربما الفريق مقل فيها او احيانا ما بتتعملش بالطريقه الامثل، فده كان كل تركيزه النهارده في حوالي نص ساعه تدريب في الجزء الاخير من تدريب النادي الاهلي. رمضان انا بشكرك اكيد، يعني المباراه القادمه مباراه مهمه يعني كلنا طبعا مركزين فيها لان هي بطوله كاس مصر، بقى لنا فعلا فتره طويله ما حصلناش على هذه البطوله، وصلنا للدور قبل النهائي اعتقد فرصه جميله وفرصه عظيمه انك تكسبها وتخش على المباراه النهائيه. طبعا فريق سموحه فريق قوي وعنيد، ولكن طبعا احنا هدفنا هو البطوله دائما، يمكن خروجنا من البطوله العربيه، ويمكن النهارده المهندس محمود طاهر هو بيتكلم على هذه البطوله العربيه ويمكن عدم حصولنا على هذه البطوله، كان الهدف من دخول هذه البطوله هو هدف سياسي، ويمكن استفدنا من بعض او دخولنا هذه البطوله من بعض الامور، منها طبعا بعض اللاعبين اللي احنا بنشوفهم بشكل مميز، ايضا التالف مع الدول العربيه او الفرق العربيه، مكاسب كثيره من هذه البطوله، لكن ليس الهدف منها الاول في هذه البطوله او دخول النادي الاهلي في هذه البطوله هو الحصول عليها. لكن طبعا كاس مصر مهم جدا ان انا نحصل عليه ان شاء الله. يعني كان يهمني اطمن بس على الفريق النهارده لا ان شاء الله باذن الله. الاهلي ما تخافش عليه، انا دايما اقول لجمهور الاهلي ما تخافوش على الاهلي،
ان شاء الله. طيب خليني اقول يعني او نبتدي كلامنا مع حضرتك. نبتدي منين الحكايه بقى؟ نبتدي منين الحكايه؟ قول لي نبتديها منين؟ يعني المؤتمر طبعاً كان مهم جدا. هو انا ببتدي من اول ان فعلا كان في ضروره قصوى لتغيير القانون 77 لسنه 75 مش للنادي الاهلي طول عمره بيغرد منفرد في تعديل اللوائح والقوانين دي، خاصه طبعا ان مساحه النادي كانت بتزيد، عدد اعضاء في زياده مضطرده، الفروع اللي تم افتتاحها كتير، ميزانيه النادي اللي بتزيد. يعني انت تخيل ان في السبعينات كانت ميزانيه النادي ما بتزيدش عن 30 40 مليون، شوف النهارده احنا وصلنا الميزانيه قرب المليار. لابد ان يبقى في تطور للوائح والقوانين دي، والنادي الاهلي كان بيسعى لكده من زمان. كلنا سعدنا فعلا بقانون الرياضه وان واستبشرنا خيرا به، والحقيقه فعلا زي ما قال المهندس محمود طاهر، هو طبعا في مسائل كثيره كويسه وكلنا هنحمدها، لكن هو دخل في القصه اللي عكر علينا اللي كنا بننتظر منه. وانا زي ما قلت لك قبل ما نطلع على الهواء، بتفكرني زمان كانوا بيقولوا قصه كده مضحكه شويه او كوميديه، ان كان لما بيحكموا على شخص بالاعدام كانوا بيجيبوه يسالوه سؤالين، اذا جاب عليهم صح بيدوا له براءه، اذا جاب على اي سؤال منهم خطا بيحكموا عليه بالاعدام، وكان الشخص ده عايزين يحكموا عليه بالاعدام. فسالوه اول سؤال ايه بلد المليون شهيد؟ قال لهم الجزائر، وفرح بقى ان الاسئله سهله. قال له طب قول لنا اسم المليون شهيد. السؤال الثاني بقى. فالسؤال الثاني فطبعا ده خلاص ده تعجيز مش هيعرف يتنفس. ده اللي حصل معانا في قانون الرياضه، قانون الرياضه كان ممتاز وكل حاجه، راح حاطط لك اللائحه الاسترشاديه. اولا النادي الاهلي طول عمره وتاريخه لاكثر من 120 سنه طول عمره بيلتزم بالقوانين وعمره لم يخترق اي قانون او لائحه رياضيه. دي مساله كل الناس بتشهد بيها طول عمر النادي الاهلي كده. في الجزئيه دي بشكل مستفاض ان عمر ما النادي الاهلي بيخرج بره القانون ولا بيتحايل على اي لائحه وغيره، ده النادي الاهلي طول عمره، وبالعكس وبيتخذ كافه الضمانات القانونيه اللي بتضمن نزاهه وصحه الانتخابات. تمام. ده النادي الاهلي طول عمره كده، لكن لما تيجي تحط لي النهارده لائحه استرشاديه وانا ما بسمهاش استرشاديه، دي لائحه اجباريه او اذعان. انا بقولها كده ده اذعان. تحط لي ان النصاب يبقى 12000 ونص، هو بلد المليون شهيد، 12000 ونص هتحطهم ازاي في مساحه زي بتاعه الجزيره؟ انا بتكلم هنبتدي خطوه مكان خطوه واحد في مكان واحد وباركينج في حته ضيقه وفي وسط البلد، وازاي هيغطى امنيا؟ دي في مسائل لم تحسب بطريقه صحيحه الحقيقه يعني. وبعدين النهارده يعني بتحط لي زي ما بقول اذعان ليه؟ لان انت لو ما جبتليش النصاب ده ما انت فرضت عليا اللائحة الاسترشادية بكل ما فيها، انا مش هقول مساوئ لكن نقد عشان برضو يبقى كلامنا موضوع ما حدش يزعل مني، لا في نقد المسائل كتيره جدا. مش هنتكلم على موضوع الاعفاء من التجنيد ولا المؤهلات المتوسطه ولا غيره، لكن نتكلم بالموضوع الاساسي واللي انا سعدت جدا ان المهندس محمود طاهر اثاره. النهارده اللجنه الاولمبيه هي اللي بعتت خطابات للانديه بتقول ان كل نادي يتخذ ما يراه مناسب من اجراءات. جميل. طيب انا كنادي اهلي لما بقول ومعلش النادي الاهلي هنا مش بتكلم عليه ان زي ما بيقولوا على راسه ريش، لا هو النادي الاهلي على راسه مليون ريشه على فكره، مش راس مش ريشه واحده يعني. جميل. لكن احنا بنتكلم على قواعد عامه. النادي الاهلي النهارده اللي عنده هذا الكم من الاعداد لما عايز يسهل لاعضاء الجمعيه العموميه الحضور ويقول لهم ان انا بخليك تحضر على يومين وبتحضر في الفرعين بتاع الجزيره ومدينه نصر. جميل. ايه اللي بيدير اللجنه الاولمبيه في الكلام ده؟ جميل. ده سؤال انا شخصيا بساله نفسي مش لاقي له اجابه. جميل. ما يدير اللجنه الاولمبيه ان انا بقول صحيح. هذا الكلام؟ انا بسهل للناس في الصيف وفي 25 اغسطس وفي مكان واحد. طبعا. طيب انا لما اعمله على يومين وفي فرع الجزيره ومدينه نصر والاثنين تحت اشراف قضائي هيعترضوا على ايه؟ وبعدين اسمع البعض من اللي بيثيروا الفتنه يقول لك لو النادي الاهلي خد اي قرار في الجمعيه العموميه والجهه الاداريه ما وافقتش عليه هيتم ابطال الجمعيه العموميه. يعني طب يعني ده تدخل وتهديد. ده مش تدخل وبس، وتدخل وتهديد. هل اللجنه الاولمبيه الدوليه امرت بالكلام ده؟ ده سؤال. هو فعلا اللجنه الاولمبيه وزي ما قال المهندس محمود طاهر هي نفسها لم تعطي الحق للجنه الاولمبيه المصريه انها تحط اللوائح دي خالص، ودي مساله معروفه ومش فيها هي قالت الحق للجمعيات العموميه الأهلية هي بتقول لك الجمعيه العموميه وشانها. جميل. ده الكلام كان كده الجمعيه العموميه وشانها اللي هي فعلا إيه اللي استجد طيب؟ اللي هو زي ما قال تعظيم الجمعيه العموميه. ايه اللي استجد يا سياده اللواء؟ اللي استجد ان برضو هم عايزين ان النادي الاهلي يبقى تابع والنادي الاهلي عمره ما يكون تابع، ودايما النادي الاهلي بيبص مش مصلحه ليه بس، بيبص لمصلحته ومصلحه الانديه كلها والله. يعني لما تشوف دايما النادي الاهلي بيحط قواعد
مش لينا احنا بس وجميع الانديه، لان ده الالفه بتاعت الكره او الرياضه المصريه. فانت لازم تمشي وراها، لازم تمشي صح وتتبع خطوات مظبوطه، وتلاقي الناس كلها بتبقى عارفه انت بتتخذ الخطوات دي لمصلحه عامه. يعني انا بتضايق جدا، ويمكن في بعض كلام ما اقتنعتش بيه قوي يعني في الاستاذ كمال، ان النادي الاهلي ابدا عمره ما بيعمل اي تصرف يحس ان فيه فتن او بيسمح في وجود فتن. النادي الاهلي ما بيعملش كده خالص. هو الاستاذ كمال ما اتكلمش في الجزئيه دي، يعني ما معناه بعض الامور او بعض الناس كانوا عايزين يوقعوا النادي الاهلي. ما هو ما في الكلام ده، بص طول عمر النادي الاهلي وقع افراد داخل النادي الاهلي بيوقع كان النادي شكل. الناس دي على فكره وما كانوش عدد 15 حضروا النهارده ولا بتاع من الناس دي، لا دي اقليه، واقليه معروفه وليها غرض معين وعمرها ما بتنجح. يعني زي ما اتكلمتوا انتوا من شويه، طب ما القايمه بتاعت الاستاذ ابراهيم معلم، ما هو الغرض من حاجه زي كده يا سياده اللواء؟ في مصالح شخصيه، في ناس ليها اصلي اللي بيحبوا النادي الاهلي فئتين، ناس بتحب الاهلي الكيان ويعني تبذل الداني والرخيص علشانه، وفي ناس بتحب نفسها من خلال مصالحها مع النادي الاهلي، ودول اللي هم بيحاولوا انهم يعملوا الواقعه. لكن اللي بيحب النادي الاهلي مظبوط زي المهندس محمود طاهر وزي الناس رؤساء الاهلي السابقين صالح سليم وعبد صالح الوحش وحسن حمدي والناس دي كلها بيحبوا الاهلي للاهلي. انا كنت على خلاف مع حسن حمدي، ولما جيت اكتب مقاله عنه كتبت ايه؟ كلمه للتاريخ، حسن حمدي مع خلافاتي معاه لكن ما اقدرش انكر انه صاحب انجازات كبيره للاهلي، ما اقدرش انكر ابدا ان حتى الحاجات اللي نسبت لي ما كانتش في النادي الاهلي، ولما يتربح جنيه واحد من النادي الاهلي ما اقدرش انكر الكلام ده. يعني اصل دي وقائع، احنا ناس بننتمي لاكبر نادي في الشرق الاوسط. أزبط. لازم يبقى كلامنا مظبوط ومنضبط وعارفين احنا بنقول الكلام ده لغرض ايه. طيب جميل جميل. طب يعني خلينا نبتدي بقى، يعني التصريحات برضو مع حضرتك، ويمكن انا اتكلمت مع الاستاذ كمال في بعض الامور اللي اتكلم عليها المهندس محمود طاهر، خصوصا بند الثمان سنوات، واحنا الجمعيه العموميه نفسها كان في كلام كتير داخل النادي وبره النادي على الثمان سنوات ده. كنت متاكد ان بند الثمان سنوات لن يكون في لائحه النادي الاهلي لسبب، لان ناس كتيره جدا اتخذت من الكلام ده ذريعه انهم يقول لك لا ده انتوا عايزين تحرموا الناس. اولا اللي وضعت لائحه النادي الاهلي مين؟ رجاء عطيه، ده قيمه وقامه قانونيه وراجل صاحب مؤلفات على مستوى القانون والسياسه والاسلام وكل شيء. صحيح. عبد المجيد محمود ده نائب العام عضو مجلس اداره النادي، وشخص يعني الناس تاريخه القانوني مشرف ومعروف. علاء مشرف ده استاذ اللوائح. فالناس دي كلها عارفه هي بتقول ايه. ايوه، واستعانه المجلس بالقامات دي حاجه برضو مميزه جدا. ودي ما هو ده النادي الاهلي بقى. النادي الاهلي مش بيعمل حاجه ليه؟ النادي الاهلي لما حط اللائحه دي هتدرس طول عمرها. هيعرفوا ايه اللي، عشان كده الكلمه اللي عجبتني برضو من الاستاذ كمال ده دور الجمعيه العموميه برضو. انت اثبت كل واحد بينتمي للنادي الاهلي من الجمعيه العموميه لازم، ده تحدي. انا بقول تحدي عشان نثبت ان برضه ما فيش حد هيقدر ابدا يوقع النادي. هو قال كمان برضه يعني سنه اولى ديمقراطيه بالنسبه للانديه والجمعيات العموميه. لا احنا طول عمرنا ديمقراطيين. مش انا بتكلم يعني بعد صدور قانون الرياضه الجديد. لا سنه اولى. لكن جميل. لكن هو بالنسبه لنا دي مساله اثبات ذات. جميل. احنا لازم نتحدى، احنا بقى هنجاوب على سؤال مين المليون شهيد. اللي الراجل معرفش اسم. احنا هنجاوب وهنقول المليون اسم. وان شاء الله انا عندي امل كبير ان هنوصل للرقم ده باذن الله. طيب. يعني ده أمل. خلينا يعني نكمل، يعني بند الثمان سنوات انت كنت متاكد من الجزئيه، متاكد منه. وعايز اقول كلمه برضه للكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب لا يوجد واحد في النادي الاهلي ينتمي ليه مشجع بتاع ما بيحبوش ومعشوق بالنسبه طبعا له. طبعا. لكن انا بقول لك يا كابتن ما تديش فرصه للناس اللي حواليك يستغلوا اسمك ويسيئوا لتاريخك ويخلوا الناس تبص بصه الناس مش عايزاها، انت حاجه وقيمه كبيره وليك معزه عندنا كبيره، فما تديش فرصه للناس دي انها تستغل الكلام ده. طيب جميل. خليني برضو يعني ارجع لجزئيه اللجنه الاولمبيه. يمكن اللجنه الاولمبيه يمكن كان احنا بنطالب دايما باستمرار بعدم التدخل الحكومي، واللي كان متمثل في وزاره الرياضه تحس دلوقتي ان الموضوع انتقل من التدخل او السيطره على الانديه والرياضه في مصر من اللجنه من وزاره الرياضه ليه اللجنه الاولمبيه. هقول لحضرتك حاجه عشان نبقى يعني في مثال، واعتقد ان اشار اليه كده على عجاله الكابتن محمود طاهر او الباشمهندس محمود طاهر. انت النهارده لما يكون في اديت حق للجنه الاولمبيه انها توقف، انت رئيس النادي الاهلي وانا عضو في مجلس اداره النادي، اديت للجنه الاولمبيه الحق انها توقفك وتجمد عضويتي، دي من حقها خلاص بالنسبه للائحه الاسترشاديه، اصبح من حقها وقف او تجميد عضويه رئيس او اعضاء مجلس اداره النادي.
ايه اللي انت هتعمله كرئيس للنادي لو تم تجميدك او ايقاف العضويه بتاعتك؟ هتعمل ايه؟ بتلجا الى لجنه التسويه. مين اللي عامل لجنه التسويه دي او اللي شكلها؟ رئيس اللجنه الاولمبيه هو اللي عاملها. انت بتلجا له، هو اللي شكل اللجنه دي، بتلجا له علشان طب اذا كان هو اللي اصدر قرار الايقاف او التجميد يبقى هتلجا له ازاي؟ يعني دي برضو مساله مش مفهومه. يعني برضو الف به هذه المساله غير مفهومه. انا وقفتك وجمدت عضويتك وشكلت لجنه تسويه، انا اللي مشكلها كرئيس للجنه الاولمبيه، ولما اجي اتظلم ارجع لك انت اللي انت وقفني وعامل لي ايقاف؟ طب ازاي؟ يعني دي مسائل الحيم انا مش قادر افهمها ومش قادر الغرض منها هو ايه. طيب خليني يعني معايا طبعا على الهاتف دكتور محمد فضل الله استاذ القانون واللوائح. طبعا استاذ الدكتور محمد فضل الله من القامات في يعني الجزئيه دي، وطبعا ده علامه طبعا يعني طبعا علامه مش يمكن هو لا طبعا. على طول انا بسميه الشيخ الكبير، بنبقى مبسوطين لما بيبقى موجودين في القاهره، لكن دايما هو يمكن طبعا شغله كبير موجود في الامارات. دكتور فضل الله مساء الخير على حياتك. حياتك حضرتك استاذ محمد، حياتك سياده اللواء محمد الحسيني. طب سياده اللواء محمد الحسيني طبعا عضو الجمعيه العموميه بالنادي وايضا رئيس اللجنه الرياضيه بحزب الوفد، طبعا هو موجود معانا. بنتكلم برضو يمكن على المؤتمر الصحفي، ما اعرفش حضرتك تابعته ولا لا، اللي اقامه المهندس محمود طاهر النهارده في النادي الاهلي بالجزيره. طبعا انا تابعت المؤتمر، يعني سياده اللواء طبعا ذكر مجموعه من البنود التي اشتملها هذا المؤتمر ومجموعه من القواعد. انا شرفت طبعا بتاعه محمود طاهر يعني قبل سفري من شهر كده، بحيث ان انا ابص على اللائحه اللي تم اعدادها من قبل المجلس السابق اللي هو مجلس الكابتن حسن حمدي، وبعد ذلك القامة الاستاذ رفيع عطيه بسبب لائحه اخرى رجعها الاستشار عبد المجيد محمود، وانا يعني رجعت مجموعه من النصوص ودخلت في صياغه مجموعه من النصوص في هذه اللائحه، وكانت جهد مشرف من كل الاعضاء. طبعا شرفت ان انا كنت موجود مع هذه القامات الكبيره. اللائحه زي ما قلنا وزي ما كانت الدواه، اللائحه بتؤكد على معايير مهمه جدا، ان اللائحه متوافقه مع القانون المصري، متوافقه مع القواعد الدوليه والنطاق الدولي. ما تقدرش تصيغ لائحه تخرج بره هذا القانون وبره القواعد الدوليه وبره النطاق الدولي. اللائحه من البدايه صراحه يعني شهاده بالحق، يعني المهندس محمود طاهر لم يتدخل بتوجيه راي او فكره او باي شيء بالنسبه سواء لي او لمجموعه القامات اللي موجوده. مجلس الاداره لم يتدخل، مجلس الاداره دايما كان بيواجه مجموعه من الاسئله، ايه الصح؟ ايه اللي يتوافق مع القواعد الدوليه؟ ايه اللي يتوافق مع النطاق الاولمبي؟ واحنا كناس متخصصه في هذا الاطار كنا بنبدو بتلوينا في هذا الامر، والصراحه كان المجلس كله بيستجيب ولا يعلق على ما يقال. جميل استاذ محمد، شهاده للناس. طب جميل جدا. يعني الازمه اللي يمكن المهندس محمود طاهر النهارده بعض الاقاويل الفتره اللي فاتت عن ان اللائحه هتكون فيها بند 8 سنوات، بتشوف ان وطبعا الازمه اللي موجوده مع اللجنه الاولمبيه، هل بتشوفها يعني هل هي مع اللجنه الاولمبيه ولا مع وزاره الشباب والرياضه في التوقيت الحالي مع النادي الاهلي؟ شوف، بند 8 سنوات كان محطوط في اللائحه اللي هي سنه 2014 تمام، وكانت في مجلس الكابتن حسن. تمام، والبند هو ليس بند يخالف القانون. واحنا يعني انا لما انا سئلت، انا شخصيا لما سئلت في هذا البند تمام، كان قدامي ثلاث سيناريوهات عرضتهم على مجلس الاداره. انت عاده كراجل بتستشار في الامور، حتى انا هنا عملي في الاداره كمستشار لهيئه الشباب والرياضه، بتقدم ثلاث سيناريوهات. فكانت التسيناريوهات اللي انا قدمتها قلت له اما ان يتم وضع هذا البند كثمان سنوات باثر فعلي من اول اقرار اللائحه، يعني ما ينفعش نرجعه في اثر رجعي، يعني ان احنا هنعمل من اول اللائحه ما تعتمد 8 سنين، والراجل كان فكرته في هذا تداول السلطه بين الاعضاء، او يتشال خالص، او يبقى في نوع من انواع التغيير في المناصب، زي بالضبط لو تفتكر في مجلس الشورى ان انت كنت بتغير التغيير النصف تمام، ويبقى في مثلا مجموعه من الاعضاء بيبقوا على 8 سنين والرئيس بيبقى على 3 دورات زي ما معمول دي في اللجنه الاولمبيه الدوليه. كان الراجل قولا واحدا، يا جماعه منعا للغلط ومنعا للغط، البند ده كله ما يكونش موجود في هذه اللائحه اذا ارتأت الجمعيه العموميه في اجتماعها الغير عادي بعد اعتماد تلك اللائحه انها تضيف هذا البند، تضيفه بقى في اي مجلس اداره ياتي بعد ذلك. فالحوار بالنص يعني يعني الواحد بيشهد ربنا على هذا الكلام. جميل. الكلام اللي حصل بالنص. جميل. فيما يتعلق بهذا البند. طيب. تمام، فيما يتعلق بعلاقه اللجنه الاولمبيه بقى والانديه، النقطة دي مهمة جدا، ويا ريت تديني بس فرصة يا استاذ محمد عشان اشرح. استاذ اللي هو معانا اهو ويشارك معانا برضه. اتفضل يا فندم. نعم.
الميثاق الاولمبي لما تحدث على الانديه والاتحادات والمنتسبين للحركه الاولمبيه. الماده 3 دي قالت الاولمبيك موفمنت، الحركه الاولمبيه. ليه ما قالتش الاداره الاولمبيه؟ ما قالتش الاداره الاولمبيه لان الميثاق الاولمبي حظر وجود تدخل من اي سلطه خارجيه في اعمال الجمعيات العموميه الخاصه بتلك الهيئات الرياضيه. سواء كانت سلطه حكوميه او سلطه غير حكوميه، يعني هذا الامر يسري على التدخل الحكومي من قبل الوزراء ويسري على تدخل اللجان الاولمبيه الوطنيه. والدليل على ذلك لا تستطيع اللجنه الاولمبيه الدوليه ان تتدخل في اعمال الاتحاد الدولي لكره القدم. لا تستطيع ان تتدخل في اعمال الاتحاد الدولي لكره اليد. وعندنا قامه كبيره مصريه نستطيع ان نساله في هذا الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد. لا يوجد اي نص في الميثاق الاولمبي يقول لجمعيه عموميه في اتحاد او في نادي اعملي جمعيتك بالطريقه الفلانيه وبالشكل الفلاني صحيح. وفي اليوم الفلاني والمكان الفلاني، مفيش هذا الكلام. تمام؟ ولذلك النادي الاهلي احترم القانون واحترم ما جاء في هذا القانون واكد على انه يحترم النصاب. لكن كافه الخطابات التي وردت للنادي الاهلي قبل اقامه دعوته لم يتم ذكر فيها اي شيء يتعلق بموعد الاجتماع ولا مكان الانعقاد ولا طريقه التصويت ولا توقيت التصويت. يعني من حق النادي الاهلي بقى يحط التاريخ والايام اللي هو عايزها عشان الامور دي تمشي بشكل اللي هو عايزها كجمعيه عموميه وكاداره النادي. مظبوط؟ مفيش اي حاجه. طيب الماده اللي هم بيستهدفوا، على فكره انا اول واحد كنت قلت ان الانديه تندرج تحت مظله اللجنه الاولمبيه في مجلس اداره النادي. وانا متابع حضرتك من زمان وكنت بتتكلم وبتنادي بالجزئيه دي بشكل كبير يا دكتور. تمام. طيب لكن تندرج تحت سلطه الحمايه وليس سلطه الاداره. بمعنى ايه؟ بمعنى قام باجراء عمليات تمييز ما بين اللاعبين، اللاعبين دول يروحوا يشتكوا فيه. النادي خد مجموعه من الاجراءات تضاهي العنصريه. اي شيء مخالف للميثاق الاولمبي، الناس بتروح فين؟ ولذلك قال المنتسبين للحركه الاولمبيه، احنا كلنا في حركه. اللجنه الاولمبيه بتحمينا من اي تدخل حكومي، من اي مخالفه للميثاق، لكن مش معناها انها تتدخل في شؤوننا، مش معناها انها تفرض علينا لائحه بعينها. جميل. مش معناها، هي تتدخل فقط اذا انا صغت لائحه الاهلي مخالفه للميثاق الاولمبي. جميل. لو انا صغت نصوص في لائحه الاهلي تخالف الميثاق الاولمبي وارسلتها للجنه الاولمبيه الوطنيه لكي تعتمد، وارتأت اللجنه الاولمبيه الوطنيه ان هذه النصوص تخالف الميثاق الاولمبي، بترد عليا وتقول لي هذه النصوص مخالفه للميثاق الاولمبي وفقا للاسانيد الدوليه. ولذلك في هذا الامر بالذات فيما يتعلق بالجمعيه على يمين بالجمعيه، يعني انا طب قبل بس ما نروح للحته دي، اللائحه دي يا دكتور بتخالف الميثاق الاولمبي؟ لا طبعا، لا يوجد نص وانا مش هحط اسمي ولا هاشارك في لائحه تخالف الميثاق الاولمبي. جميل. وانا راجل استاذ لقانون رياضي دولي. جميل. مش هقبل هذا، اللائحه لا تخالف الميثاق الاولمبي في اي نص من نصوصها. تمام؟ النقطه المهمه، في نقطه مهمه جدا في هذه البطوله. فيما يعني السيناريوهات برضه عشان الناس تبقى فاهمه، السيناريوهات اللي كانت معموله في القصه بتاعت الاجتماع بتاع الجمعيه العموميه. اقتراحي المبدئي كان يبقى يوم في كل الفروع. يوم في كل الفروع من 9 ل 7. جميل. تمام؟ التصور الثاني يبقى يومين على فرعين. تمام؟ والتصور الثالث كان اللي هي كانت بتوجه بيه اللجنه الاولمبيه. طيب احنا ليه ما عرفناش نعمل في يوم في كل الفروع؟ عشان فكره الكشوفات وانتقالها. دي كانت التصور من قبل مجلس الاداره. ولكن بصفه عامه اين السنه الذي ترتكز عليه اللجنه الاولمبيه الوطنيه من الميثاق الاولمبي الذي يحضر اقامه الجمعيه العموميه لاي هيئه رياضيه سواء في يوم او في يوم. اللي عنده سند ماده واحده فقط في الميثاق الاولمبي تقول لي ان من حق اللجان الاولمبيه الوطنيه ان تحدد طبيعه الاجتماع للمؤسسات والهيئات الرياضيه في الدول وتفرض عليها طبيعه محدده في هذا الاجتماع، يجيبها عشان يبقى كلامنا مستند. جميل. ما ينفعش نتكلم في اللوائح والقوانين بكلام مرسل.
اللي عنده نص يطلع يقول وفقا للنص كذا المادة كذا في الميثاق الأولمبي ما ينفعش تبقى جمعية الأهلي على يومين، نرفع له القبعة. هو مش موجود، هو مش موجود دكتور. صراحة يعني وجودي مع حضرتك على الهاتف ما ينفعش، لازم حضرتك تنورني وتشرفني. انا دايما يعني بتسرينا بمعلومات مهمة جدا، وانا كنت فعلا متابع حضرتك من فترة طويلة، واحنا بنتكلم ان لازم الرياضة المصرية او الاندية المصرية تبقى تابعة للجنة الاولمبية، وعدم التدخل الحكومي والكلام ده كله كان الدكتور محمد فضل الله بيتكلم فيه. ولكن طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد، واكيد يعني علامة كبيرة في القانون يعني قوانين الرياضة، وايضا استاذ في اللوائح طبعا حاجه مميزه جدا. يعني برضو اللجنه الاولمبيه بعتت خطابات لكل نادي، وارجو ان يعني نقف عند كل كلمه بتتقال، خطاب لكل نادي اتخاذ ما يراه مناسبا لكل نادي، الاجراءات المناسبه ليه، اتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات. جميل. يعني لما تيجي تعمل النهارده جمعيه عموميه للنادي الاهلي اللي عنده 12000 ونص لحد النصاب بتاعه، وتيجي تعمل لنادي تاني النصاب بتاعه 1000، ممكن تعمل الاولانيه في يوم، وهو اللي هيقول مش انا برضو. جميل. يعني المفروض النادي هو اللي هيقول الكلام ده. وانا عندي 12 ونص اخليها يومين. ثانيا فعلا وانا بتفق جدا، وده اللي انا دايما اقوله، ايه اللي يثبت في الميثاق الاولمبي ان فعلا ما اقدرش اعمل الجمعيه العموميه بتاعتي في يومين؟ وايه اللي هيدير زي ما قلت لحضرتك، ايه اللي هيدير اللجنه الاولمبيه ان انا اعملها في يومين؟ وعملها ليه في مدينة نصر؟ لسه بيتكلم. لا هم بيصفوا جدا، حتى مش موجودة ولا في أي قانون ولا في أي لوائح خاصة. وبعدين بنبتدي نشوف حاجات الحقيقة برضو محتاجة لتفسيرات كتير. النهاردة مشاركة أعضاء بتوع الشيخ زايد ده بحكم قضائي، ده حكم قضائي. والحكم القضائي صدر إمتى؟ قبل ولا بعد قانون الرياضة؟ قبل قانون الرياضة. ولازم ألتزم بيه. فالنهارده الناس زعلانه ليه؟ ان انا هنف يعني انا مش قادر اعرف لغايه دلوقتي. يعني الناس اللي بتتكلم وابتدوا يحاولوا انهم يخبطوا في مجلس المهندس محمود طاهر على اساس ايه؟ يعني نمسك الحاجات الاساسيه اللي في اللائحه اللي قالها المهندس محمود طاهر النهارده. قال لك موضوع الثمان سنين عشان ما حدش يقول لك ان احنا عايزين نقصي حد، ما فيش اقصاء، ما فيش اقصاء لاي مرشح. دي نمره واحد. هو طالب المجلس القادم بتنفيذه. طبعا. سواء هو بقى موجود او مجلس قادم. هذا هو معنى الاحترام. على فكره انا ودي قلتها في الجمعيه العموميه للناس كلها، قلت لهم والله لو انا قاعد عايز اتصيد اخطاء لمجلس محمود طاهر والله ما اعرف، والله ما اعرف، وعن عمد. يعني انا عايز اقعد يعني اتصيد له اخطاء عن عمد، ما اعرفش. يعني الراجل ده فعلا تسلم، مش هو المجلس طبعا المحترم جدا اللي معاه، لما تستلم النادي وعليه مديونيه اكتر من 150 مليون، وبعدين عليه ضرائب ما اعرفش كام و50، وبعدين عليه المحافظه ليها 16 مليون ونص ايجارات، يعني مشاكل كتيره، ولاعيبه ما خدتش مستحقاتها، تسدد الكلام ده وتعمل فايد ميزانيه اتكلم عليه. لما تيجي تقول ان على المستوى الرياضي خد الدوري 3 مرات من 4، ما خسرش اللي هي 2014 2015، وخد بطوله دوري رابطه الابطال، وخد السوبر الافريقي، وخد الكونفدراليه، والمره دي دخل اهو في التصفيات بتاع الدور قبل النهائي في طب انا اتكلم على المجلس ده اقول ايه؟ الطايره واليد البطولات القاريه الثلاثه خدهم. صحيح. ما حصلتش في اي نادي في العالم. يبقى انا الراجل المجلس ده هتكلم عليه في ايه؟ يعني انا من الامور برضو اللي ضايقتني الحقيقه يا كابتن محمد، فوجئت بان الاستاذ عماد وحيد في مجلس النواب راح عشان يناقش القانون، فوقف احد الساده النواب وتجاوز يعتبر في حق النادي الاهلي. بعض الناس لقيتها متكلمه بتنتقد عماد بيه وحيد في القصه دي. طب والله لو ما كان انفعل انا لكنت خدت موقف. يا بيه ما ينفعش يتقال الكلام ده عن النادي الاهلي. وبعدين عماد بيه وحيد من الشخصيات المحترمه المهذبه اللي ما يعرفش يعني برضه قيمه بره حتى مجلس الاداره. لا شخصيه لما جدا. ينفعل يبقى انت فعلا دي غيرته عن النادي الاهلي، لازم تبقى كده. لازم يبقى عضو مجلس اداره النادي الاهلي بالصوره دي. فالمسائل لازم تبقى محسومه. احنا قلنا دلوقتي لما بنقول ان عدد اعضاء مجلس الاداره 9، ايه المشكله اللي فيه؟ ما دي حاجه خاصه بينا. احنا بنقول رئيس ونائب رئيس وامين صندوق، 4 فوق السن و2 تحت السن. دي مساله منطقيه. صحيح. ايه اللي موجود في اللائحه اللي اتعملت من الناس الكبار دول عشان برضو نبقى في الصوره؟ ايه تاني؟ ما الشيخ زايد اتكلمنا عليه، الاشراف القضائي على الجمعيات العموميه. اشراف قضائي تام. بس اللي يخلي المهندس محمود طاهر يقول ان قانون الرياضه في بعض المشاكل اللي ممكن لما يتم تطبيقه على الارض هيبقى في ملابسات كتير. بص يا بيه، ما فيش حاجه في الدنيا ابدا ممكن الناس توافق عليها الا الرسالات السماويه.
لكل ناس يعني، يعني ما تقدرش ابدا تحط لائحه او قانون او حاجه وتقول ان كل الناس هتتوافق عليه، ان احنا بشر لازم نختلف، بنختلف في الفكر وبنختلف في اللون وبنختلف في الجنس، فدي مساله طبيعيه. فلازم المهندس محمود طاهر بيحاول يغطي القصه دي علشان ما فيش حد يتكلم، لان لازم هيكون في ثغرات انت بتحطها كبشر. انت مش قاعد بكمبيوتر بتحط مسائل وداتا ومعطيات. كنادي اهلي، كنادي اهلي هو يعتبر نادي بيستثمر بشكل كبير، هو فبالتالي في بعض الامور حاطط النهارده الماده 10 و11 و12 انشاء شركات مساهمه. جميل. بعد موافقه الجهاز طبعا. وعلى فكره انا اتكلمت في الكلام ده في الجمعيه العموميه برضو، موجهت الكلام للمهندس محمود طه، قلت له احنا عايزين نعمل مستشفى خاص للنادي الاهلي، عايزين نعمل مول تجاري للنادي الاهلي، عايزين نعمل اكاديميات للنادي الاهلي في الدول الافريقيه، والحاجات دي ان شاء الله ما تكلفناش فلوس، هنعملها بنظام البي او تي، وبعد كده يبقى في حق انتفاع، ونخلي اعضاء الجمعيه العموميه يستفيدوا من خلال الحاجات اللي هنعملها. احنا كلنا عايزين نخدم المكان اللي بيحب النادي الاهلي، ما بيفكرش المفروض ما بيفكرش في المصالح الشخصيه والتربيطات اللي انا بسمع عليها اللي هي خارج طول عمرها نطاق النادي الاهلي. طيب يعني من النهارده من المؤتمر الصحفي اللي لفت نظرك في كلامه ويمكن انت كنت مقتنع بيه بشكل كبير يا سلوم. الحقيقه اللائحه كلها اللي اتوضعت تتسق ومبادئ وقيم النادي الاهلي. جميل. كل ما قيل يتسق مع قيم ومبادئ النادي الاهلي. النهارده لما المهندس محمود طاهر يقف يقول لك احنا شلنا بند الثمان سنين، ما هو بيقطع الالسنه اللي هي بتحاول تقول لك ده انت عايز تقصي فلان، وما فيش الكلام ده. والله ما فيه، ولا عمر حد فكر في، على فكره لا حد فكر في اقصاء مع الكابتن محمود الخطيب، ولا حد فكر في اقصاء اي حد عايز يترشح. على فكره طب ما ترشح نفسك يا كابتن محمد رئيس النادي الاهلي عشان ما حدش يقول ان احنا لا، هو من حق اي حد. ما انا بتكلم حضرتك من حق اي حد، من حق اي حد. لا لا يعني، يعني المسائل وعايز يفيد النادي وعايز يبقى النادي ده في احسن حال من حقه طبعا. احنا عايزين نبتدي ننسى الناس اللي في شخصيات معينه، وللاسف في مؤسسات قوميه بتتعمد انها تسيء للمجلس الحالي، وهي بتسيء للنادي الاهلي من خلال الكلام ده. يعني لما يتحط لي صوره الكابتن صالح سليم ويقول لك احنا بنفتت النادي الاهلي لجبهتين، هو انا لما اعمل الجمعيه العموميه في الجزيره او في مدينه نصر، ايه علاقه دي بتفتيت وايه علاقه دي بقيم؟ ولو صالح سليم عايش ما كانش وافق على الكلام ده. مين اللي قال الكلام ده؟ الكلام ده عمره ما المغزى ايه طيب؟ الفتنه واحداث الفرقه، ومحدش عارف النادي الاهلي عمره ما كان كده. عمرك، انا بقولها، عمرك ما هتقدر تضحك على اعضاء الجمعيه العموميه. افرق ان انا من 10 سنين اعضاء الجمعيه العموميه بتوعي كانوا عدد معين، دلوقتي انت داخل على 400,000، بقى عدد مختلف. انت داخل بعد الفروع اللي انت بتعملها على 400. انا لازم اوفر كمان وانا الراحه لاعضاء الجمعيه العموميه. انا بفكر انا كمجلس اداره او كمسؤول في النادي الاهلي، بحاول انا اريح الجمعيه العموميه بتاعتي، وده يضير اي حد في ايه؟ يعني انا ما بريح اعضاء الجمعيه العموميه بتاعتي، اضرهم في ايه؟ رئيس، احنا في الجمعيه العموميه اللي فاتت علشان اقرار الميزانيه كانت الجو صعب جدا، والناس ما حضرتش، ما اكتملش النصاب. فاجي النهارده احط له 12,000 ونص في 25 اغسطس في المقر بس بتاع الجزيره، هل الكلام ده غير منطقي خالص؟ طيب خلينا نقول ان المهندس محمود طاهر طبعا ومجلس اداره هيعقد مؤتمر او اجتماع يوم الاثنين، من وجهه نظر حضرتك ايه اللي ممكن يكون القرارات اللي ممكن يطلع بيها؟ انا بتمنى، وده تمني شخصي. انا ما يعني ما يعني برضو على فكره لا اقرا، لكن ده وضع شخصي. ان يحصل في جلسه مع الراجل المحترم اللي انا بعزه جدا جدا جدا، دامس الخلق الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، راجل محترم جدا جدا وفعلا بيعمل لمصلحه الرياضه المصريه، دي ما فيهاش كلام. فانا عايز يبقى في قعده ما بين المهندس محمود طاهر ومجلس الاداره معاه، ويتناقشوا مع القصه دي، وهشام بيه حطب، ويقعدوا يناقشوا القصه دي، ان لازم يتم تنفيذ الكلام ده، والكلام ده مش عيب، ولما يتم انت بالعكس انت بتريح الاعضاء الجمعيه العموميه بتوع النادي الاهلي، وده طلب انا بطلبه كطلب شخصي وممثل عن ناس كتيره في الجمعيه العموميه للراجل المحترم اللي بقول ان هو اعطى للرياضه المصريه كثير، من المهندس خالد عبد العزيز، انه يريح الناس وانه يصدر قرار تاريخي، لان عمر ما الناس مع الجمعيه العموميه ومحبي وعاشق النادي الاهلي هينسوا له الكلام ده او هينسوا له الموقف ده. طيب جميل، خليني بس يعني اخيرا بقى يعني او زي ما بنتكلم كلام كتير، ترشح كابتن محمود الخطيب، كلام كتير ان المجلس هيحط شروط تعجيزيه او في اللائحه شروط تعجيزيه عشان كابتن محمود الخطيب. بص الكابتن النهارده ايه اللي حصل؟ انا الكابتن محمود الخطيب والله وانا بقى اقسم بالله شخص
اتحدى ان يكون في واحد ينتمي للنادي الاهلي او لمصر ما بيحبوش. طبعا موهبه طبعاً. موهبه لن تتكرر في الكره المصريه. صحيح. لن تتكرر تاني. لكن انا زي ما بقول النهارده الخطيب طبعا يعني لما يترشح ده هيلاقي احترام وكل حاجه، لكن شيء طبيعي ان عايز يترشح يترشح. لكن احنا دايما بنبص في النادي الاهلي لايه؟ بنبص في النادي الاهلي للي هيقدر يعمل حاجات كفكر اداري. في فرق بين موهبه الكوره وفرق بين الاداره. يعني انا لما تجيبني انا كمحمد الحسيني وتقول لي الخطيب اداريا كان موجود في مجلس مشارك، حصل على ما هو مشاركه دي في حد ذاتها ده اداره. وانا بقول ان هو، انا شوف انا بقول ايه، هذا الرجل له. لكن محمد ابو تريكه حاليا، لان في ناس ما تعرفش من الجيل الحديث ما حضرتش الموهبه الفذه بتاعت كابتن الخطيب. قدر النهارده الناس اللي شافت ابو تريكه، قلنا ابو تريكه ممكن يبقى رئيس نادي. لا لا انا بتكلم في يعني نقطة الموهبه الكرويه حاجه. محمود الخطيب ليه خبرات كبيره، خبرات اداريه، خبرات اداريه ماشي، لكن احنا بنتكلم في ايه؟ انت لما تيجي، انا شخصيا على مستوى الشخصي لما رشحت في احد الاماكن لوظيفه اداريه كبرى حسيت ان لازم ان انا اطور نفسي، وانا كنت في الوقت ده يعني عميد قديم هاخد لواء. دخلت الجامعه الامريكيه ادرس ماجستير اداره دوليه عشان لازم الحاجات دي. زي ما قلنا الاداره شيء والموهبه، ربنا بيدي لك موهبه في حاجه جميل. وبتبقى مش موجوده عندي، والعكس صحيح. يعني الكابتن خطيب موهبته الكرويه نادره، بقول لك مش هتتكرر ولو محبه عندنا كلنا. لكن الاداره قد يكون في ناس ليها فكر اداري مختلف شويه عن الكابتن محمود. صحيح. لكن احنا مفيش مشاكل خلاص دلوقتي كابتن. لا 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 هو حتى المهندس محمود طاهر لما سالوه عن ترشح كابتن محمود الخطيب قال يعني وقت فتح باب الانتخابات اي شخص يا بيه من حقه، اي عضو جمعيه عموميه من حقه انه يترشح. كان في واحد ما انا والله ناسي اسمه برضه، كان دايما يترشح ايام صالح سليم وياخد 3 اصوات، وكان هو يدي صالح سليم صوت. حضرتك يعني كعضو قديم في الجمعيه العموميه فالتاكيد تابعت. وكان هو ياخد 3 اصوات في كل مره. وهو يدي صوته لصالح سليم. حلوه دي. طيب خليني يعني برضو اتكلم على جزئيه مهمه بقى، الجمعيه العموميه وتعظيم من شانها. يمكن المهندس محمود طاهر زي ما كنت بتكلم مع استاذ كمال في جزئيه السلوجن اللي اتحط فوق المهندس محمود طاهر وهو بيتكلم في المؤتمر الصحفي اللي هو شارك في صنع طبعا مستقبل نادي. بتشوفها ازاي برضو؟ بتشوف ان انت بتحط الهدف فوقيك هو النادي. النهارده الجمعيه العموميه بتقول لها ايه؟ بقول للجمعيه العموميه فعلا الكلام ده مسؤوليه تاريخيه. هيتقال ان الجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي ضربت مثل ومثل كبير جدا في محافظه على قيم ومبادئ النادي الاهلي. الجمعيه العموميه حافظت على تماسك النادي الاهلي. الجمعيه العموميه ما حدش قدر ابدا يزرع فتنه بين الناس وبعضها، ما قدروش يزرعوا فتنه بين المرشحين المحتملين وبعضها. حاول حضورك علشان دي اللايحه بتاعتك اللي هتستمر لسنوات، لا ليها علاقه بالمهندس محمود طاهر ولا الكابتن محمود الخطيب ولا حسن حمدي ولا عبد صالح ولا صالح، لا دي الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي. هتفضل الكلام ده تاريخ. فحافظ على هذا التاريخ وحافظ على اسمك وعلى كيان النادي اللي بتنتمي ليه، اللي احنا كلنا بنفتخر وبنسعد لما اسم النادي الاهلي يذكر جنب اي واحد فينا. طيب يعني استكمالا برضو انا يمكن الجمعيه العموميه دي حاجه طبعا مهمه وتعظيم ليها دايما باستمرار، ان هي اللي بتقود باستمرار، يعني بتبقى هي اللي بتدي الدفع لمجلس الاداره ان هو يمشي في الطريق الصحيح باستمرار. خليني اكلمك على اللجنه الاولمبيه. يعني اللجنه الاولمبيه الكلام ان في رد طلع بيقول ان لا الكلام بتاع المهندس محمود طاهر صحيح، وان احنا بعتنا جوابات واخترنا النادي الاهلي و و و وكلام كتير في رد اللجنه الاولمبيه برضو. هو الرد في نقطتين. انت قريت الرد. انا ردي ممكن في حتتين. نمره واحد، هل الميثاق الاولمبي يتفق مع الكلام اللي بعته اللجنه الاولمبيه المصريه ولا لا؟ دي الاجابه هم عارفينها. الكلام اللي بعتوني يتسق ويتفق مع الكلام مع الميثاق الاولمبي ولا لا؟ دي نمره واحد، ودي اعتقد ان هي دي الفيصل الاساسي. نمره اتنين، انت اوريدي كلجنه اولمبيه بعت لي جواب بتقول لي اتخاذ ما تراه مناسبا للنادي بتاعك من اجراءات. ده الكلام اللي انت قايله. انا اللي الكلام المناسب او الاجراءات المناسبه ليا اللي اخدها ان انا هعملها على يومين وهعملها في الفرعين. ايه الاختلاف او ايه اللي انا خالفت بيه الميثاق الاولمبي؟ بس في ناس يعني بدون ذكر الاسامي قالوا ان اللجنه الاولمبيه ما طلعتش النهارده رد، ده اي كلام، ده في ناس. والله انا اتمنى انه يعني استمرارا لحته الوقيعه باستمرار. ما هو ده لازم. بص يا ريس، في ناس
بتعيش دايما على الفتن. زي ما ربنا بيخلق في الدنيا حاجات كويسة ومفيدة بيخلق حشرات وحاجات ضارة، فالحاجات الضارة دي بتعيش في وسطينا وبنتعايش معاها وبنقدر نتغلب عليها. وده اللي أنا إن شاء الله أملي كبير جدا في الجمعية العمومية بتاعت النادي. طب أنت متخيلها إزاي بقى الجمعية العمومية الجاية يا أخي؟ أنا بتخيل بنسبة مش قليلة إنها تكتمل. وإذا لم تكتمل وقربت من الحد الكبير فده مؤشر لاقتناع الجمعية العمومية بالمجلس الحالي وأدائه رغم الشروط التعجيزية اللي تم وضعها في اللائحة الاسترشادية. طيب احنا في نقطة مهمة جدا لازم احنا نتكلم فيها، وكنت انا بتكلم فيها في الانترو بتاعي، كانها بتتعاقب المجالس بتتعاقب المسؤولين في النادي الاهلي، ولكن هو الهدف واحد. النهاردة احساسك والمهندس محمود طاهر بيتكلم بعيد بقى عن اللجنة وبعيد عن الكلام بتاع اللائحة، في احساس بيجي لك ويوصل ان لا الراجل ده بعيد عن المصالح الشخصية تماما، هو هدفه استكمال مسيرة كبيرة للنادي الاهلي كقلعة رياضية جوه مصر رقم واحد، ان هو بيشد الاندية التانية وراه باستمرار للتقدم، وفي نفس الوقت الكيان نفسه انه يبقى دايما في المقدمة ويبقى في احسن حال. بص انا يعني هقول للناس كلها ما هو تاريخ المهندس محمود طاهر كعضو في اتحاد الكورة وكعضو في مجلس ادارة النادي الاهلي وتاريخه المشرف كانسان. لعلمك انا سمعت كلمة قبل ما اجي هنا الحقيقة وضايقتني، قالوا لي مشكلة المهندس محمود طاهر انه راجل مهذب جدا وراجل محترم جدا، فدي بتضايق ناس الحقيقة يعني. فدي مسألة ودي فعلا والله بقت مشكلة بنعاني منها كمجتمع. بيبقى عندهم اضطهاد وفي ناس ما بترتاحش في التعامل معه، بتحب دايما في التعامل مع اللون الرمادي، اللون الابيض لا ما بيريحهمش، بس احنا لون احمر. لكن احساسك النهارده بايه وهو بيتكلم راجل حريص للنادي الاهلي؟ راجل حريص وقلق وبيفكر لما هو ايه، ما بيفكرش لنفسه. محمود طاهر والله كلامه النهارده ما بيفكرش بيعمل حاجه ليه. على فكره مش زي ما الناس بتقول ان محمود طاهر حط ناس واتفق مع قوائم، كل الكلام ده غير صحيح وغير سليم، وانا اللي باكده لحضرتك هذا الكلام لم يتحدث فيه ولم يفكر فيه محمود طاهر. ده يفكر الا في الاوضاع الراهنه وازاي يعبر بالسفينه زي ما انت قلته من شويه الى بر الامان، وده اللي احنا اتمناه. يعني احنا ماشيين بشكل جيد زي ما حضرتك قلت، عندنا فائض في الميزانيه، قربنا على ما حصلش ده قد الانديه كلها. هات لي نادي مصري عنده هذا الفائض، عنده الاستقرار ده بشكل كبير، عنده فرق انت بتتكلم على العاب جماعيه، عنده العاب فرديه، ثلاث بطولات قاريه بتاخدهم ما بيه في العالم ما حصلتش الا السنه دي. ده حقيقي يعني، ده حقيقي. فبالتالي انت لازم تتعرض للحاجات دي، خلي بالك دي ضريبه ان بسميها ضريبه النجاح حقيقي. تحب طب تقول ايه قبل ما نختم اللقاء مع حضرتك؟ اقول للمجلس يعني الحالي بشكركم كلكم جميعا على الاداء المشرف اللي انتم عملتوه وبتمنى المزيد، وبشكر مجالس إدارة النادي الأهلي السابقة كلها على برضو المجهود اللي عملوه، لأن كله بيواصل. احنا زي ما بنكون بنسلم راية، مجموعة بتسلمها المجموعة بتسلمها المجموعة، وبيستمر النادي الأهلي اللي زي ما بقول دايما وكلنا بنقول فوق الجميع. حقيقة يمكن أنت حضرتك عضو في الجمعية العمومية وأنا عضو في الجمعية العمومية، إن شاء الله يعني أتمنى إن الأمور عندنا في النادي ما تروحش اتجاه تاني، لأن هي في الأول في الآخر هي مصلحتنا. إحنا ما بنروح النادي، بنروح بنستمتع بنادينا، بنستمتع بالبطولات اللي إحنا بناخدها. اطمئنوا على النادي الأهلي، النادي الأهلي نادي عظيم وعمره ما هيتعرض لهزة أو لأزمة أبدا. جميل. سيادة اللواء كان في حاجة مش عايز تتكلم؟ لا خلاص، لا أنا عارف إن الوقت خلاص. لا خالص. لو أنت إحنا بنمد عشان خاطرك عضو جمعية عمومية النادي الأهلي. أنا بس بتمنى إن شاء الله للكابتن حسام البدري ما يتهزش من الخروج بتاع الفيصل الأردني، وأن يكون الأمور تدار بنوع من الحكمة. لا والله الحقيقة لأن برضو الفريق أدى الشوط الثاني بأداء مميز جدا، والحكم ربنا يسامحه، على أن أنا من جوايا مش مسامحه لا أنا ولا أي أهلاوي، لكن إن شاء الله مباراة سموحة هتعدى على خير وهنوصل للنهائي وإن شاء الله هنكسب بإذن الله. وعندنا الترجي، بس نركز دلوقتي يا كابتن حسام، وبنصحك نصيحة محب لابد من إعادة النظر في بعض اللعيبة. أنا مش هتدخل في أمورك الفنية، لكن بقولك عيد النظر من خلال اللي انت بتشوفه في المباريات، مش عايزين الأسماء، عايزين الكلام ده، وبالذات بركز الاهتمام بصالح جمعة.
صالح صراحة موهبة هاي مش موجودة. أنا قلت الكلام ده في 6 مقالات في صالح جمعة مش دي. صالح جمعة من أيام ما شفته زمان وهو صغير سنه 16 سنة وبقوله إن ده موهبة نادرة لازم نستغلها كويس. احنا لو اتكلمنا على صالح بقى واللعيبه الجداد بقى لو عايز برضو تتعلق عليهم يعني وليد ازارو رايك وليد ازارو مهاجم ممتاز. احنا بس عندنا مشكله في اختيار منتصف الملعب اللي هو يقدر يغذي الهجوم ويقدر يبقى كده. انا عايز مع صالح جمعه، عايز نفسي يجمع معاه يبقى حسام غالي، عايز يبقى عبد الله السعيد، عايز خط وسط ناري يقدر ينقل فعلا الهجمات بسرعه ويقدر يفيد خط الهجوم، لان عندنا دلوقتي ونفسي يجمع ما بين احمد حمودي واحمد الشيخ الاثنين دول مع بعض. يعني مش عايز كل واحد فيهم، انا ده رايي الشخصي برضه من غير التدخل في امور الفنيه، لكن احمد الشيخ مع احمد حمودي الاثنين قوه غير عاديه مع وليد ازارو ما اعتقدش ان حد يقدر على الفريق ده ان شاء الله. صحيح. بشكرك سياده اللواء وجودك معايا، وسواء بقى اتكلمنا في المقطعه على لازم نتكلم على الكوره شويه. لا انا لازم اكلمك شويه كده على الكوره، حضرتك دايما ليك ارائك ودايما بتنصح كابتن حسام بدري، دي حاجه اصل انا بحبه جدا على فكره، شخصيه جميله وشخصيه محترمه. شوف وبتمنى نتكلم معاه في الجزئيه دي. لا دايما، لا عشان بحبه والله مش اكتر يعني. شكرا سياده اللواء طبعا، عفوا يا فندم، حاجه مميزه. يمكن المؤتمر الصحفي النهارده كان مهم، المهندس محمود رد على حاجات كتير ممكن تكون كانت بتتساءل او الناس بتتساءل عليها في الفتره اللي فاتت، ايضا عن الفتره القادمه، ويمكن طبعا ما يخص لائحه النادي الاهلي، اللائحه الداخليه للنادي الاهلي، وان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون اعتقد تقدم باستمرار للنادي الاهلي في كل المجالات، في كل حاجه، سواء بقى انشائيه، اجتماعيه، رياضيه. اعتقد ان احنا ماشيين بشكل كبير، مؤسسه كبيره، مؤسسه النادي الاهلي بتقود الرياضه المصريه بشكل كبير، زي ما بنقول هي قلعه كبيره في الرياضه المصريه. بعد الفصل ان شاء الله هيكون كابتن عبد الحميد حسن مكمل معاكم، وهيكون معاه كابتن مشير عثمان وكابتن محمد عبد السميع، هيتكلموا بقى في الكوره اللي احنا كنا اتكلمنا فيها مع استاذ اللواء من شويه، ولكن طبعا مع نجم مصر ونجم يعني نجوم كبار زي كابتن مشير عثمان وكابتن محمد عبد السميع مع كابتن عبد الحميد حسن.